الشاويزم زعيم والناس تتبع وما عملش حتى حاجه بزعمه هذه، خاصه مواجهه الجماهير، الخطاب في الجماهير، التحشيد اللي تقدر عليه مهما تكون الشموليات، مهما تكون الشموليات في حد الادنى تقدر وتحشد وتجي الناس وتجي العوام وتصفق، انت غير قادر. اذا انت في تونس صفر. نعم واضح. لانه في الاخير الشعب التونسي عنده حد ادنى من الوعي، ممكن يمشي معاك يستعمل الانتقام من خصم سياسي ومشهد سياسي، ولكن ما يخرجش يصفق ليك لانه فاهم راحه وين ماشي. سيد زهير المغزاوي. زهير المغزاوي. بالله انا راه ثم متقلقنيش الناس اللي تحدث الحديث الجاري، متقلقنيش انت لانك صحافي تطرح. ولكن ثم ناس ابناء الثوره نقول لهم عيب. عيب انك تخاثر في الناس، تخاثر في الثوره وداخل بدخلات معناها مش هي، بشكون بالمغزاوي، بشكون بالنخاله نتاع الانقلاب. كيفاش عندما نشد في الانقلاب نشد في الراس، نشد في الام، نشد في الشجره، شجره الغردق، علاش نجيب في 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 الثمار نتاع اللوطه الخيخه؟ فالمغزاوي هذا لازم نذكر وتذكير باكر. علاش نذكر؟ تقول لي انت ياك ما ذكرش في تجمع وسبسي وسيسي، لا وسبسي وغيره، لا هذاك تراجعوا وهذاك قالوا مشوا مع الدوله، مشوا مع التجربه، مشوا مع الثوره. ثم ناس اخرى ما نقدرش اليوم كي غازي الشواشي، تي حتى نبيل حاجي انا ما عادش نكتب، والمره فاتت عملوا اشاره حبيت زعما حتى نفسخها.